دائما في اطار اجواء رمضان. نحن كجمعيتنا نادينا 300 تضامن دائما في اطار انشطتنا وبرنامج الجمعيه في اطار شهر رمضان المبارك. اليوم نحط الرحال بالمركز الاجتماعي للاشخاص المسنين بالمحمديه. اليوم ننظم حفل افطار وتوزيع ملابس العيد لفائده نزلاء هذا المركز. نحن دائما كل سنه وخاصة في شهر رمضان وكذلك في جميع المناسبات الدينية كعاشوراء كذكرى عاشوراء كعيد الأضحى عيد مولد النبوي دائما نحضر ونشارك هؤلاء النزلاء. نعتبرهم آباؤنا، نعتبرهم أمهاتنا، احنا كنعتبرهم العائلة ديالنا في إطار دائما في إطار إحياء صلة الرحم بين هؤلاء المسنين. لأن واجب العيد باش نزورهم ونقدموا لهم هدايا العيد، لأنهم أول يعني احنا كنحاولوا باش هما الاولين او الاوائل باش يعني نقدموا لهم كسوه العيد ونشاركوا بهذه وجبه الافطار خاصه في العشر الاواخر ديال شهر رمضان، العشر الاواخر، لان هذه العشر الاخيره من شهر رمضان هي يكثر فيها الخيرات، تكثر فيها الخيرات. هذا رساله كنوجهها للجميع سواء الفاعلين الجمعويين او ساكنه مدينه المحمديه او الضواحي المحمديه باش يزوروا هذه الدار ويشاركوهم الفرحه خاصه وجبه الافطار. ونتمنى ان شاء الله كل سنة نزوروهم ونفرحوا معهم. وكنشكر جميع المساهمين اللي شاركوا معنا خاصة النساء ديال جمعية نهضة ذات التنمية والتضامن اللي كبدوا واحد يعني واحد يعني واحد التعب ديالهم باش يوجدوا هذا يعني باش يهيئوا هذا الفطور. وفي نفس السياق كتنظم الجمعية دائما واحد حفل تكريم لفائدة الأطر اللي كتشتغل في هذه الدار خاصة أطر الإدارة والجمعية اللي كتسهر على هذا على هذه الدار. كرمنا اليوم ثلاثة أشخاص في شخص المديرة ديال المركز الاجتماعي للأشخاص المسنين وكذلك فاعلة جمعوية وكذلك إطار في الجمعية الخيرية الإسلامية بالمحمدية. السلام عليكم. اليوم أنا جيت اليوم لدار المسنين باش كنشاركهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهذا في المناسبة هو صلة الرحم لهاد الناس اللي كنشوفوا فيهم آباءنا وأجدادنا وأمهاتنا. هي في الحقيقة هذا واجب في هذه الزيارة اللي كانت مساعدة منا. قدمنا لهم بعض الألبسة بمناسبة العيد خصوصا في هاد العشرة الأيام الأخيرة. حنايا اليوم مع هاد الناس في هاد الديار نوجه نداء لجميع الفاعلين الجمعويين والسكان مدينة المحمدية باش يقوموا بزيارة دار المسنين، لأنهم كنشوفوا فيهم آباءنا وأجدادنا وهما كيشوفوا فينا أولادهم، يعني احنا نعطوهم الحب وما يعطونا الحب ديالهم. وكنشكروا جمعية نهضة زناتة على الاستضافة وعلى الأعمال اللي كتقوم بها في إطار توزيع بعض الملابس وتكريم المديرة ديال هذا الدار. اليوم جينا مع جمعية نهضة زناتة للتنمية والتضامن باش نحيوا صلة الرحم مع هاد الناس العزازة ديال المحمدية. ودرنا معهم واحد الافطار جماعي وهذا الشيء كيتجلى في صله الرحيم. الانسان يصل الرحيم مع اي كان وبتوري هاد الناس العزازه. وبصراحه هذه الجمعيه موجده لهم ان شاء الله ملابس ديال العيد، وحنا عيدنا معهم قبل ما يوصل العيد لان عندنا مازال التزامات اخرى. والحمد لله راهم فرحانين وناشطين وكنرجع لفضل جمعيه نهضه الزناته وتبارك الله عليكم.